كان مميز جدا، في حاله رضا كبيره جدا عند الجمهور. وبالمناسبه احنا ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في المباراه الاخيره السابقه بالنسبه للنادي الاهلي فيما بعد مباراه القمه، كنا بنقول الاداء في تصاعد مستمر طبقا للمعطيات والظروف. انا عايز اسال سؤال للناس اللي دايما كانت بتنتقد اداء النادي الاهلي على مدار المباريات ما قبل مباراه الاسماعيلي، وحجم الكلام الكتير اللي كان على النادي، وان الاهلي عنده مشاكل كتيره جدا سواء في الجانب الاداري او الجانب الفني او الكلام اللي حضراتكم كلكم تابعتوه واللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. السؤال بقى بتاعي هنا، هات لي نادي او هات لي فريق في الدوري المصري اداؤه احسن من النادي الاهلي، حتى في ظل مثلا خساره الاهلي مباراه الزمالك 3-1 مثلا، يعني هات لي فريق في مصر من بعد كورونا اداؤه كان افضل من النادي الاهلي، والاهلي حتى لو في عز ما كان مثلا اداؤه سيء، يعني شوف مين الفريق اللي كان افضل. مفيش حد. هي دايما يا جماعه بتبقى ظروف ومعطيات. انت قبل كورونا كنت جامد قوي قوي، بعد كورونا طبيعي فتره توقف 5 شهور كتير جدا، تدريجيا بتبتدي تستعيد مستواك، وده اللي بيحصل فعلا مع النادي الاهلي في الحقيقه. امبارح اداء جيد جدا في مباراه الاسماعيلي، عدد كبير من اللاعبين بيتالقوا بيستعيدوا مستواهم، ابرزهم جونيور اجايه بخلاف ديانج اللي عمل مباراه ممتازه امبارح، لعيب مميز جدا. هتقول بقى احمد الشيخ لما نزل غير هو وليد سليمان طبعا. عندك بادجي لعيب مميز جدا، اليو بادجي، وعنده الفوت ورك، بيلعب برجله كويس قوي وبيقدر يحرز اهداف، وحاجه جيده في الحقيقه. ففي كل الاحوال المؤشرات بتقول ان الاهلي في الطريق الصحيح، وان الاهلي فيه اداء تصاعدي في الجانب الفني تحديدا، في ارتفاع في الاداء، وان شاء الله مع توالي المباريات ومع الاقتراب من دور نصف النهائي في دوري ابطال افريقيا يكون افضل من كده كمان بكتير النادي الاهلي، في ظل كمان عوده محمود عبد المنعم كهربا امبارح، كانت عوده مهمه جدا واكيد هتكون اضافه للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. فدي كلها ايجابيات من مباراه الامس، مباراه الاهلي والاسماعيلي، وان شاء الله باذن الله في انتظار مباراه الاتحاد يوم الاثنين القادم عشان نقدر نفرح ببطوله الدوري الممتاز. ده فيما يتعلق بمباراه الاهلي.